طيب يومكم بتقلدون يا شباب؟ كان علمتونا نبقي لكم المكياج حقنا ملطخينه كذا بفحم. اديني واحد 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 حبه على الفحم سفري. احبكم والله. جميل جميل. طيب شباب اسكت. لا 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 تحطمهم هذول متسابقين بعد. كم رقمهم اللي قاعد يذبون هذا؟ كم رقمهم؟ انا هذولي صراحه اقدرهم وانا من جمهوركم ترى وبصوتكم عقب الحلقه. وانا بعد انا صراحه حساباتي كلها تحت امرك. حلو. بس نبغى نشوف شيء ممتع وشيء اسعد الناس ترى من اجل العمل تقربا لله عز وجل سرور تدخل اخوك المسلم. نعم. مو بسباجه الله يوفق. هذا اذن تعثمون عليه. هذا تعثمون عليه شباب. عيب اللي قاعد تسوونه. ارخى من كذا ارجوكم. ارخى من كذا ارجوكم. اديني واحد حبه على الفحم ارجوك. فحم حط على وجهك فحم ليه؟ طاح طاح طاح. الدركسون حقي. الدركسون وينه؟ الدركسون وينه؟ ايوه رادي. خلاص. في اتصال؟ في اتصال؟ في اتصال؟ ناخذ نوره مواد الدواسر نروح يا ابو شمراني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نوره. السلام عليكم ورحمه الله. ايش في ذا صامل تقول عليها اخبار؟ حياك الله نوره. طيب ركز معنا الله يرضى عليك. السؤال يقول بعد اختيارك للرقم طبعا الارقام واضحه امامك الان. ايوه. اختار الارقام الموجوده امامك في الشاشه. اثنين. اثنين. اخوان سمعون رقم اثنين. هذا السؤال. ايوه. اي السؤال يقول هو الذي يبصر بعين واحدة فمن هو؟ الخيارات امامك اختي الكريمة. اعور. اجابة نهائية. اتمنى تركزي. ركزي في الاجابة. ساعدوني. طيب شوف الخيارات امامك الان. خلاص واحد. ها؟ صح صح. ايوه ايوه. صح 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 صح. الف مبروك. الف مبروك. مبروك مبروك. مبروك مبروك. شكرا شكرا انك جيت واتصلت. روح خلي روح عند ابوك خليه يعطيك فلوس ولا يودك تشتري فلوس ولا لا خليه يودك تصلي تراويح المسجد احسن. هذا صلاح احسن. مره طينا مع الوالي الله يسعدك. هاي ثالث مره يطيحك والله. ايها الوالي. ايوه الوالي لا تسكت عنه ابدا. ايها الوالي والله انا اسكت عنه. لا تسكت عنه ابدا. تسقطني مره ثالثه على الارض. الثالثه ذهبت خليها الثالثه. شايل لي برميل النفايات. لا مجار سيدي مجار. انت الوالي. انت من يدبر هذه الخشبه. انت من يؤدي اذا ادى ومن يريد ان يفعل يفعل. انت الوالي ولا غيرك ايها الوالي. الله لا يوفق. لا 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 تقول له شيء عقبك. الوالي وتسقطني وتطرحوني على الارض. سيدي لا يجوز تدعي على اخيك المسلم. هذا اولا. اتق الله. اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين. لماذا تدعي علي؟ لانك ما تستحي. وش دخل الحياه في الدعاء؟ ليش طيحني؟ انا والي ولا لا؟ هل وش تقلق قبل البرنامج؟ من الوالي؟ انت الوالي. طيب ايش طيحني؟ انا ايش طيحك مقصود؟ انا غصبا عليك تفاعلت مع الاجابات. لا ما اطيح انا مره ترى. طيب انت قلت تدعي علي. طيب قلت تدعي علي. استغفر 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 استغفر. انا اسف يا الوالي. يلا شيلني. شيلني بسرعه. الله العظيم. صالحت ان شاء الله. ثاني مره. خلاص. بتكلم لغه العاميه. تعطيني دور الوالي. ما تدعسني جايني ديننا مطفي النور. والله خاف الله يا رجل. هيا البسني هذا الدركسون الجميل. كفر دباب ذا. كفر دباب رائع جدا. كفر ديننا. طيب حلو ناخذ المقطع الرابع. الرابع يلا. الرابع ايش صار من الجمهور؟ والله لا لا ما لمسني والله والله ما لمسني. وانت بصوبنا تخلو حراك. لا لا كذا اوفا. اي تتوقع انه شفنا؟ لا ما اعتقد ان هذه اكبر. ما دري انت يا شفت وسع. شاهدنا مقطع اخوي ابراهيم دقيقه بس. لا لا لا
لا لا هذا جدد كنترول حقيقة، يعني زي ما شفنا هاللعبة الجميلة وتعلمنا. أتمنى من أبنائنا الصغار إنهم يقربون 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 عند الشاشة يتعلمون إنهم يعني يمارسون هذه الرياضات والألعاب البسيطة في منازلهم وقضاء وقت الصيف. الدعوة من دمرة يا إخوان، ما ينفع كذا. وش اللي كل شوي يشوف حاجة أدور من اللي قبلها؟ لا، أبنائنا في خطر. أتمنى من الأمهات أثناء المشاهد هذه يقفلون على عيالنا، لا لا يجيهم شيء، لا يجي عيالنا شيء، لا يجي عيالنا تخلف. دقيقة يا كابتن إبراهيم، أنت هذا العمام اللي فوق راسك، أنا اللي أعتب على المخرج صراحة. سوي ما عنده عمامة ذا. لا لا دقيقة، أنا ودي كان أقول المخرج ينبهنا إنه نقول ابعدوا أبنائكم عن الشاشة لأنه في مناظر خطرة. والله وش اللعبة واحد طش لأنه بنسكب بجل والله وتحرط وصير. أنا بس أبي أعرف هاللي أنا أبي أعرف بس هاللي قاعد يدوركم يشوفكم ولا يصد عنكم؟ ليش سالفة هذا؟ لا بس لا 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 بس لو جينا في الجد أبنائنا لازم يقضون أوقات بسيطة يمارسون مثل هالألعاب الشعبية الدنانة وواحد طش وذا يعطيهم العاب ما قصروا. وبالأخص طيب إبراهيم، نعم بالأخص يعني لما تكون اللعبة فيها شخص يعني يكون متخفي في مكان معين، صح؟ يعني مكان يشيل كرسي وهو تحت الكرسي وما حد يشوفه، يعني شيء جميل صراحة. تبي وش الهوى مسبك؟ يعني اشوف بالله الحقني بالله الحقني، يعني سوي انك ما شفت فيه. وينك؟ وين رحت؟ وين رحت؟ ها وينك؟ وينك؟ هنا وين رحت؟ هنا 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 انت وينك؟ انت وينك؟ مزهريه 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 انت وين رحت؟ انا كاميرا 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 كاميرا. ما شفت اللي سفينه كان هنا؟ سفينه، انا سفينه ما شفته. سفينه سفينه يا الحبيب، ما شفت اللي كان ينحاشك تطارده؟ لا 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 ما شفته. انا سفينه 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 صح سفينه. عجب راح ادور هناك. يعني هذا اللي حومت سبدك. ما يعرف حمد يعني كرفت. والله حومت سبد والله. معلش بالها اساس لا 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 تكمل يا شباب. لا لا الحقني 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 ها امسكني. ابراهيم وينك؟ لا خليك ولا فكك شوي عشان يصور المخرج، عشان المخرج يصورني الكاميرا هي عشان نلحق عليها. لحظة 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 يا شباب وش كنتوا تركضون هنا؟ يا سوالف الكاميرا لحظة سوالف كاميرا لحظة وقف الكاميرا في ذا وش فيكم تركضون كذا انتم؟ وجه الكاميرا الكاميرا هناك. حول حول تعال ارجع ورا. ايه ارجع ارجع ورا. يلا تعال يا شباب نبي نلعب لعبة. الكاميرا هذا الكاميرا. يلا اركض اركض بسرعة بسرعة اركض. خصم صوت صوت طيب ها خصم صوت علي عشان الجمهور يعرفني بس. طيب يلا خلاص معادي معادي معادي. ضرب ترند ضرب ترند ضرب ترند ضرب ترند. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. لا 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 ارجوكم خف عليهم شوي خف عليهم شوي. لا 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 ارجوكم ارجوكم. لا 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 الكاميرا الكاميرا من هنا الكاميرا من هنا. لا 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 خلاص خلاص طيب يا جماعة الخير ترى لا بس بس لا 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 جد جد هذا ريالتي 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 صح 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 ريالتي 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 هذا محتاج مشاهد. ايش ريالتي ريالتي ريالتي. قرب الكاميرا بذيه قرب كمان. تعال 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 لو تعودونها لو تعودونها فقعتكم تفقع وشلختكم شلخ. تشوفون قدام عيالي شافوك العاده تحكم. امسح 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 وجهي امسح يا عم مين. ما اقدر عم مين ما اقدر ما اقدر تقطع حبه الله قسم ظهورنا كلنا. العذر السمو ارجوك. لا العذر السمو عمي. لا لا لان عيالك ما عاد يعيدونها. خل خل ما قصدهم ترى مو بقصد. هذول عيالك عيالك ذولي اخوانك الصغار. إيه؟ عرفت؟ إيه انا ما ارضى عيالي يسوون كذا. انا بريء منهم. انا بريء منهم. عيالي يسوون كذا كيف يحسون؟ لو عيالي يسوون كذا قتلت ما ابغى. الريالتي يحتاج استمر وحط على راس كرتون وين يجمع دجاج ذا كرتون. طيب نشوف اخر مقطع المقطع الخامس لاني خلاص انفقعت مراتي خلاص. اذا صار في شيء في رفع الضغط خلاص ممكن يغمى عليه هنا. لا تشغلون شيء. يلا المقطع الخامس. ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو ابن آزر. اذا ابوه كان كما ذكر أنه يصنع الأصنام حتى قيل إنه نجار لكن أظنه أنه ليس نجارا فقط لأن الذي يصنع الأصنام ليس نجارا إنما يصنعها يعني يجمع موادها صحيح؟
انا ما كنت معاهم، انت كنت معاهم؟ انا ما ادري. قال على نظام ايش؟ قال لا انت كنت معاهم انا ما كنت معاهم. يا فضحي فضحة يا فضحي فضحة. والي ايها الوالي ايها الوالي درسي درسي ايها الوالي خشمي ما الذي حدث؟ فمي ما الذي حدث؟ برطمي برطمي السفلي. لا 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 ارجوك اطم ماذا هناك؟ ها؟ لقد قصف جبهتي. هلا اول ما شفت الشيخ قد عسى ام الشيخ جاب العيد سيقول على ايش صار ضاعك صدري صراحه انا بقعد موارد قد عسى ام الشيخ جاب العيد اعطونا اعطونا مويه 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 والله تكفون مويه هوايات احنا الان بريالتي بريالتي العالم الله يهديه لا لا بلاش احشاء احرجونا احرجونا انا احسني انا الغلطان يا الله يا الله سيدي ماذا لن نشارك في معركة بعد الآن لماذا يا أيها الوزير أريد أن أبقى في ساحة المشاهدين فقط وريالتيو وريالتيو نأخذ كراس ونضعها كذا هذا اسمه كسر روتيني وكروتيني معنا تصارى يوفق شاروك طيب ما شفنا صفر يا فيصل عندنا صفر صفر الطعام عندهم بادرات ما ادري في سفر لا لا سفر اليوم سفر اليوم ارسل الله هديهم إيه؟ بس بدون اسماء ما حد علمنا اساس المسابقه لازم تعلمنا وين هذا الموقع السفره هذه وين كانت السفره يعني في ناس ارسلوا قالوا لنا ان الطلاب مبتعثين لكندا وفي ناس مبتعثين لماليزيا وفي ناس ما ادري وش بس يعني ما بالله تقريبا يعني اللي جتنا وضحوا عليها ممكن 10 صور ان من بعضنا 10 صور نبغى نعرض اكثر وفي تنويه قالوا الاخوان انه المبادرات اللي تجينا ما نبيها مبادرات جمعيات نبيها مبادرات فردية مجموعة تطوعية الخيمة اللي قدام بيتكم العمال أي جانب في خير في هذا الشهر الكريم ومبادرة لعلها تصل للآفاق ويكون لها أثر كبير للمشاهد حقيقة اليوم احنا نودنا نوصل الرسالة ما تدري وشو من الأثر تتركها في هالبرنامج صحيح. حقيقة اليوم الشباب المتسابقين يعطيهم العافية قاعدين يسعدون الشباب والأطفال في هذا الصيف الجميل وهذا الشهر الكريم صحيح. انتم ايضا لكم دور كبير وهام ايضا اداره القناه بقياده الاستاذ سامي الجعوني وعلى راسهم ابو محمد الشيخ عبد العزيز العريفي الكل يعمل بجد واخلاص من اجل توصيل الرساله يموت الانسان تنتهي الحياه ولا تبقى الا الذكرى الجميله ذكرى تبقى في قلوب من يشاهدنا مبادراتكم لا تروح هباء منثوره في هاشتاج اسمه ساحه المشاهدين على الانستغرام وليس تويتر ساحه بالتاء على الانستغرام هاشتاج ساحة المشاهدين حطوا مقاطعكم مبادراتكم وسفركم ومن وين السفر وحنا بنعرضها على هالشاشة واضح معكم الآن تحت هذا هو هذا هو الهاشتاج اللي تحطونه على المقاطع بدون نقاط على الهاء شوفوا ساحة المشاهدين ساحة المشاهدين واللي ما يفهم فهمنا طيب هذا فيه المبادرات وايش صار والسفرة ايش صار والمبادرات و وال محمد مبادرات كنت بتستقبلها في الساعات الماضيه كنت بتكتب انت في اليوتيوب تحملها من الهاشتاج نعم كانت في مبادرات جميله ولكن بعضها دقتها رديئه يا جماعه الخير يصور لا يهز الكاميرا حتى لو بالجوال صور بدقه يعني إبراهيم. جماليه اكثر بعضهم يستفسر يقول شنو المبادرات اللي تبغون نقدمها قلها للعمال الخير التطوع تقدم مبادرات فرديه وليس جمعيات تتكلم مع الاشخاص مع الناس إيه؟ مع الفرق التطوعيه انتوا في البيت تعطون مثلا العمال تعطوا يعني اشطار صائم تجيبون العامل اللي برا تعال خلنا نفطرك تعال ما ادري ويش وتحطها على ساحه المشاهدين وتفوز معنا مبالغ جميلة. اي مبادره فيها خير سمعنا مؤثرات صوتيه يا هذا في اتصال شيء ومع الايام ان شاء الله في سيارات ان شاء الله راح نقدمها ان شاء الله للمتسابقين معنا ان شاء الله في هذا البرنامج المتبارك والمبارك طيب. في اخونا محمد شمراني وابراهيم عيدي ومحدد ابراهيم السويري نبي سمعنا شيء سامري نبي نستعرض يلا محمد بس هذا الشيء هذا عشان يعني يلا اجيب السيوف نبي نستعرض وسمعنا سامري ما في صبره ولا شيء ممكن نجيب السيوف حبيب الله محمد أطير ما يطيق
الصبره.